وأسفة يتكاثر المعرضون في السعودية بطريقة هستيرية كما يتكاثر الذباب والباعوض تماما. أخيرا وليس آخرا كان المفكر والفنان والشاعر الزلنطحي علي الهويريني والذي قدح قدحا قميئا في الفتوحات الإسلامية، لكن كان المدخل في البداية مدخل علي، مدخل كل المتزلفين إلى الملك وابنه، أحن رؤوسكم للملك مهما فعل. قال الفنان السعودي علي الهويريني نصا في تصريحات له: فإذا قال الملك هذا نظامي وهو يكفل الأمن والعدل فيجب طاعته حتى لو كان فيه النبي يطيع. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في نظام الملك. بنقول في مصر حطوا عيشة على أمه الخير، إذا كان يكفل الأمن والعدل فاحنوا الجباه ولا تفتحوا أفواهكم حتى لو كان فيكم نبي، هكذا تحدث. لن نحدث علي عن سلمان الفارسي والذي وقف لعمر بن الخطاب عندما قال: يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فقال له: لا سمع لك ولا طاعة علينا حتى تبين لنا من أين لك هذا البرد الذي ائتزرت به، وقد نالك برد واحد كبقية المسلمين وأنت رجل طوال لا يكفيك برد واحد. ولم يقتنع إلا عندما شهد عبد الله بن عمر أنه أعطى برده لأبيه ليأتزر به، فقال حينها سلمان الفارسي: الآن نسمع ونطيع. هذه القصة ذكرها ابن قطيبية وابن الجوزي وابن درير وابن حمدون وآخرون، ولن نحاج بها الهويريني ونقول له: هذا في بردة وليس في مليارات تعلوها مليارات لليخوت واللوحات والليالي الجميلة ومئات المليارات لشراء الملك الذليل من ترامب. لن نحدثه بذلك، ولن نحدثه عن هذا أو ذاك، بل نحدثه بكلمته هو إذ قال: الأمن والعدل، كفل الأمن والعدل. ونسأله عن أي أمن وعدل يتحدث، ومئات الشيوخ في السجون بل الآلاف لرفضهم فقط أن يوالسوا مع ما يراه طلمنشاره. نسأله عن أي أمن وعدل وخاشقجي قتل وقطع لأنه لم يركع، وما خفي كان أعظم، وهو يعلم كما يعلم القاصي والداني أنها حالة تشابه حالات لا حصر له، فهو ديدا طلمنشاره وربك ما بيفضحش حد من أول مرة. نسأله عن أي أمن وعدل مع صهيانة وبيع للأقصى وأرض فلسطين المغتصبة وطواطئ لم يسبق له مثيل. أي أمن وعدل والقاصي والداني لا يأمل الداشر ولو لأمتار. المهم أن المفكر الكبير تمادى إلى ما هو أبعد ليقنع قومه بالدنية والانبطاح للعدو. قال الفنان السعودي علي الهويريني نصا في تصريحات له: يا أخي لماذا نتجه إلى الأندلس؟ هل أمرنا الإسلام بعبور البحر لمحاربة النصارى؟ إذن هذا ليس غزو الإسلام، هنالك غزو العرب، يعني هذه ما فتوحات إسلامية، هذه فتوحات عربية، هذه فتوحات عربية وكانت نكسة على الإسلام، يعني الوصول إلى أندونيسيا كانت حضارة إسلامية والوصول إلى الأندلس كانت تخلفا عربيا. بالله عليكم كيف وصلنا لهذا؟ مرة أخرى لن أحدث الهويريني بماذا تختلف الأندلس عن فتح مصر والتي كان يحكمها الرومان، بماذا تختلف الأندلس عن فتح تونس والمغرب العربي والتي فتحها عقبة بن نافع وأسس مدينة القيروان حاضرة الدولة الإسلامية، بماذا تختلف الأندلس عن القسطنطينية والتي فتحها محمد الفاتح وقال عنه: خير من مشى على هذه الأرض، لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش جيشها. كيف كان الحال لو لم تفتح هذه البلاد؟ لن أذكره بذلك، فمثله لا يذكر لأنه يدلس ولا ينسى، لكني أقول له: لم تكن الأندلس محتلة؟ ألم تكن الأندلس محتلة بيزنطيا ومن ثم من القوط الأريوسيين المذهب والذين نكلوا بشعبها أصحاب البلد الكاثوليك سوء العذاب تماما كما فعل الرومان في مسيح مصر من تنكيل وفحش؟ ألم تكن الأندلس طيلة القرن السادس مرتعا للحروب الأهلية نتيجة لما فعل القوط في أهلها من جرائم؟ ألم يستغيث أهلها المسيحيين والكاثوليك بالمسلمين لينقذوهم من العذابات؟ ألم يستغيث أهلها من اليهود بالمسلمين لينقذوهم؟
ألم يستغيث أبرزهم وكان أبرزهم حاكم سبتة بالمسلمين لينقذوهم مما يعانون؟ بالله عليكم ما حال الأندلس ومن ورائها أوروبا قبل دخول الإسلام وبعده؟ الحقيقة أنهم نقلوا من الظلام إلى النور، وهي حقيقة لم ينكرها كل المنصفين من المؤرخين الأوروبيين، والأمثلة بالآلاف علما وحضارة وتقدما وهندسة، ومن كثرتها تستعصي على العدد. والأهم هنا، الأهم هنا أليس إبلاغ التوحيد وكسر الطواغيت وإتاحة الحرية للبشر ليختاروا دينهم وخالقهم كما يشاءون بلا إكراه هو أهم مقاصد هذا الدين؟ بالله عليكم خبروني أن المسلمين في يوم أجبروا أحدا أن يعتنق الإسلام فعذبوه أو قهروه أو ضيقوا عليه ليدخل في دينهم. من ذكر هذا حتى يقول اليوم المفكر العربي المسلم ذلك؟ لقد بعث الله محمدا نورا للبشرية، وكان لزاما علينا إيصال هذا النور. وعندما يصل النور، وعندما يصل النور ونتأكد من تمام وصوله وزوال دولة الطاغوت، فلا سلطان لنا على أحد. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. لسنا بوكلاء على أحد، لكننا مأمورون بمحاربة الظلم والظلمة أينما كانوا وأينما وجدوا. الحرية هي جوهر هذا الدين يا سادة، حرية البشر، وهنا تكمن الخلاصة. إنهم يريدون، والمفكر السعودي ذنب من أذنبهم، إنهم يريدون للناس أن تنسى حقهم في الحرية والتحرر كما أملى عليهم الصهاينة الأجندة. الحكاية هو أن يرضى الناس بالقعود ويسلموا ذقونهم لمن يسوقهم كالبهائم بل أضل، لكن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.